المدرسة في خطر. يا يا والحالة يا يا للمدرسة العمومية. المدرسة العمومية هذا عيب هذا عار. أبقي أبنائنا في الدراسة مضى ما يناهز شهران ونحن ننتظر حلا من الوزارة ومن الحكومة، ولكن للأسف الشديد ما زالت الوزارة تصم آذانها عن مطالب الأمهات والآباء. لذلك نقول بصوت مسموع: اسمع اسمع يا وزير التربية، اسمع اسمع يا وزير التربية، ما تبقاش مدرستي العمومية، مدرسة العمومية. وليداتنا ماشي ورقة سياسية، دراسة من الحقوق الأساسية. حكومات ديباناج. السلام عليكم. احنا بصفتنا كأمهات وآباء اليوم حاضرين في هذه الوقفة أمام المديرية الإقليمية كان أيت ملول، كنطالبوا فيها بحقوق وليداتنا في التعليم العمومي اللي هو واجب وهو مفروض على أي دولة من الدول لأنها توفروا لوليداتها. راه اللهم إنا هذا منكر، راه كنطالبوا الوزارة بأنها دير حل وتوفر الحقوق ديال الأستاذ، راه كادر المعلم أن يكون رسولا، وفروا وعطيوا الأستاذ حقوقه، راه أي واحد أي عامل راه من حق ديالو أنه يدير إضراب باش يطالب بالحقوق ديالو. هذا النظام الأساسي راه هو من نظام المآسي، راه حنا مطلعين على كل شيء كمواطنين، راه حنا عارفين كل شيء وفاهمين، راه هذا الشيء راه ما كيبغي إلا الله لعبدو، راه اللهم إنا هذا منكر. كنطالبوا سيدنا باش يدير لنا الحل، أما الوزارة راه هي تمادات بزاف لأن راه ما يفوق شهرين وليداتنا ما عرفناهم قارين ولا في عطلة. وليداتنا راه مدمرين نفسيا وحنا لن نسكت عن حق وليداتنا، وليداتنا خط احمر. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم مصطفى الحجاجي عضو بالحوض المدرسي لجمعيه الاباء والامهات واولياء التلاميذ مدرسه الوفاء وبالحوض المدرسي لايت بلول. حنا كنجسدوا وقفه احتجاجيه، هذه وقفه احتجاجيه فيها امهات واباء واولياء جاؤوا بعفويه تامه، جاؤوا باش يعبروا على الموقف ديالهم، جاؤوا باش يعبروا على السخط ديالهم، جاؤوا باش يعبروا على عدم الرضا ديالهم لتجاهل الحكومه، لتجاهل الوزاره، لتجاهل كل الهيئات وكل الجهات المسؤوله على هذا القطاع هذا، لاننا كنجسدوا الموقف ديالنا، لان الابناء ديالنا ابناء الطبقه الفقيره، ابناء الطبقه الكادحه، حنا جينا نجسدوا الموقف ديالنا والغضب ديالنا على التجاهل التام والكلي للحكومه والوزاره الوصيه. الحكومة نراها متجانسة فقط في الموقف اللي كيضر بالأبناء ديالنا. لاحظنا بأن الحكومة تتجانس فقط عندما تتحامل على الشعب المغربي وعلى أبناء الشعب المغربي وعلى المدرسة العمومية. ما عمرنا شفنا الحكومة المغربية تتجانس على مواقف صالح ديال البلاد، فقط فيما يتعلق بتخريب المدرسة العمومية والضرب ديال تكافؤ الفرص والضرب ديال المدرسه العموميه لاجل المدرسه الخصوصيه. حنا ولادنا ما غيمشيوش للخصوصي، سنناضل على ابنائنا في المدرسه العموميه، سنناضل من اجل ان يبقوا الوليدات ديالنا في المؤسسات وفي الاقسام ديالهم. وليداتنا ما غيبقاوش على برا وما غيبقاو في الشارع، هذا الامر غادي نرفضوه رفضا تاما، وسنناضل في الشارع وسنستمر في الخرجات ونستمر في الاحتجاجات والوقفات حتى يرجعوا وليداتنا للمدرسه العموميه. وشكرا لكم.